السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناة فن الكروشيه. ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة. النهاردة في الفيديو ان شاء الله هنشتغل مع بعض وحدة مربع بغرزة الكلاستر، والوحدة دي تقدري تعملي بيها حاجات كتير جدا زي الملابس مثلا، وتقدري تستخدمي الخيط اللي انت حابة تشتغلي بيه سواء صيفي او شتوي، وكمان تقدري تعملي من الوحدة دي مفارش او بطانية للبيبي، وتكوني عدد من الوحدات وتشبكيها مع بعض وتعملي المقاس اللي انت عايزاه. وطريقة شغل الوحدة دي سهلة جدا وسريعة كمان، وهنشتغلها مع بعض ان شاء الله خطوة بخطوة معاكم. هي سهلة جدا وهتقدري تعمليها بكل سهولة. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واضغطي على الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله. يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنعملها طبعا عقدة البداية. بعد كده هرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهقفل ال5 سلاسل دول في اول سلسلة عملتها بغرزة منزلقة، واكون دايرة زي ما انتوا شايفين كده. كونت دايرة معايا، هشتغل جوه الدايرة دي عدد من الاعمدة، هشتغل 8 اعمدة. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، دول سلاسل ارتفاع. بعد كده هرتفع 2 سلسلة، 1 2، ودول فراغ. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهدخل داخل الدايرة وهعمل عمود بلفة. ده اول عمود عندي، هرتفع 2 سلسلة، 1 2، وهدخل داخل الفراغ وهشتغل كمان عمود. هرتفع 2 سلسلة وهدخل داخل الدايرة واعمل كمان عمود. هرتفع 2 سلسلة، هلف الخيط على الابرة وادخل داخل الفراغ، وهاخد طبعا خيط البداية معايا، وادخل واعمل عمود بلفة. وبالطريقة دي هكرر لغاية ما اكمل 8 اعمدة. زي ما انتوا شايفين خلصت الدور، عملت 8 اعمدة. طبعا سلاسل ارتفاع هحسبها اول عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده هرتفع 2 سلسلة، 1 2، وهنهي الدور بغرزة منزلقة في 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع، 1 2 3. هسحب الخيط واعمل منزلقة، وكده اكون خلصت اول دور من الوحدة بتاعتنا النهاردة. وده الشكل بعد ما خلصنا السطر الاول بالطريقة دي. بعد كده هبدأ الدور التاني معايا بغرزة الكلاستر. هدخل داخل اول فراغ يقابلني وهعمل منزلقة، هسحب الخيط واطلع من الحلقة الموجودة على الابرة بالشكل ده. بعد كده ارتفع 2 سلسلة. بعد كده هلف الخيط على الابرة وادخل في نفس الفراغ واسحب الخيط واطلع، اكون 3 حلقات. هلف الخيط على الابرة وهطلع من حلقتين بس، واسيب الحلقتين على الابرة، والف الخيط على الابرة وادخل في نفس الفراغ واسحب الخيط واطلع، اطلع من حلقتين بس بالطريقة دي. كمان مرة هلف الخيط على الابرة وهدخل في نفس الفراغ وهسحب الخيط واطلع، اطلع من حلقتين بس. كمان مرة هلف الخيط على الابرة وهدخل في نفس الفراغ واسحب الخيط واطلع من حلقتين بس. بالطريقة دي عندي 5 حلقات على الابرة، وكونت 5 اعمدة معايا، 1 2، طبعا سلاسل ارتفاع، 1 2 3 4 5. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهطلع من ال5 حلقات مرة واحدة، ودي غرزة الكلاستر او اول غرزة كلاستر معايا. بعد كده هقفل عليهم ب5 سلاسل، 1 2 3
أربعة خمسة. بعد كده هلف الخيط على الإبرة وهدخل على الفراغ اللي عليه الدور وهسحب الخيط وأطلع وألف الخيط وأطلع من حلقتين وأسيب حلقتين على الإبرة، وبعد كده ألف الخيط على الإبرة وأدخل في نفس الفراغ وأسحب الخيط وأطلع هطلع من حلقتين، وبعد كده ألف الخيط كمان على الإبرة وأدخل أسحب الخيط وأطلع من حلقتين بس. كده كونت تلات أعمدة. هلف كمان الخيط على الإبرة وهدخل أسحب الخيط وأطلع من حلقتين بس. كمان مرة هلف الخيط على الإبرة وأدخل أسحب الخيط وأطلع من حلقتين بس. وبالشكل ده كونت خمس أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمس أعمدة غير مكتملين بالشكل ده وبنفس الطريقة، ودي غرزة الكلاستر معانا النهاردة. وبالشكل ده كونت خمس حلقات غير الحلقة الموجودة أساسا على الإبرة، فكده عندي ست حلقات، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. وكل الفراغات اللي عندي بقى هعملها بنفس الطريقة، هيكون خمس أعمدة بست حلقات على الإبرة. أول كلاستر معايا بتكون خمس حلقات بس على الإبرة، لكن بعد كده باقي الغرز كلها هتكون ست حلقات على الإبرة. بعد كده هلف الخيط وأطلع من الست حلقات مرة واحدة وأقفل عليهم بخمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. خلاص يبقى احنا أول غرزة كلاستر معانا بتكون خمس حلقات على الإبرة، لكن بعد كده كل غرز الكلاستر معايا بيكون ست حلقات على الإبرة بخمس أعمدة. واضح؟ بعد كده هلف الخيط على الإبرة وهدخل أكرر وأعمل نفس اللي أنا عملته في الفراغ اللي عليه الدور، وهسحب الخيط وأطلع من حلقتين بس. بعد كده هلف الخيط على الإبرة وأكرر وأدخل داخل الفراغ وأدخل أسحب الخيط وأطلع من حلقتين، وكمان هكرر كمان مرة لغاية ما أكون خمس أعمدة غير مكتملين. هسحب الخيط وأطلع من حلقتين، هلف الخيط على الإبرة وأدخل أسحب الخيط وأطلع من حلقتين، كمان مرة هلف الخيط على الإبرة وأدخل أسحب الخيط وأطلع من حلقتين. وبالشكل ده أكون كونت خمس أعمدة غير مكتملين وست حلقات على الإبرة. زي ما واضح كده هطلع من الست حلقات مرة واحدة بالطريقة دي وأطلع أقفل عليهم بخمس سلاسل، اتنين تلاتة أربعة خمسة. يا رب تكون واضحة معانا، هي سهلة جدا وما فيهاش أي حاجة خالص، يا رب تكون سهلة عليكم. وهكرر بنفس الطريقة لغاية ما أخلص كل الفراغات اللي معايا. الشكل ده أنا كملت الدور التاني بنفس الطريقة زي ما واضح معانا كده. كونت 8 بتلات، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. اشتغلت 8 بتلات من غرزة الكلاستر زي ما واضح كده معانا، وبعد كده ارتفعت خمس سلاسل وهدخل في ثالث سلسلة وهقفل الدور معايا بمنزلقة، واحد اتنين تلاتة. هسحب الخيط وأطلع من الحلقة الموجودة على الإبرة، وبالشكل ده أنا خلصت الدور التاني وده شكلها. وكونت معايا الوردة زي ما انتوا شايفين كده، والوردة طبعا على شكل دايرة. انا دلوقتي بقى عايزة احولها الى وحدة مربعة. اعمل ايه؟ هدخل في اول فراغ يقابلني وهسحب الخيط واعمل منزلقة بالشكل ده. انا هشتغل داخل الفراغ ده، هرتفع تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وهلف الخيط على الابرة وادخل اعمل عمود بلفة، واحد، وهعمل كمان عمود، هلف الخيط على الإبرة وأدخل أعمل كمان عمود، أسحب الخيط وأطلع من حلقتين وكمان حلقتين. بالشكل ده بسلاسل الارتفاع كونت تلات أعمدة. سلاسل الارتفاع واحد اتنين تلاتة، هرتفع تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وهلف الخيط على الإبرة وهدخل في نفس الفراغ وأعمل تلاتة عمود بلفة كمان، واحد اتنين تلاتة،
زي ما انتوا شايفين كده انا كونت في اول فراغ قابلني عملت فيه غرزة صدفة. غرزة الصدفة دي عبارة عن 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. بعد كده هرتفع 2 سلسلة، 1 2، وهلف الخيط على الابرة وهدخل على الفراغ اللي بعد كده على طول وهشتغل فيه 3 عمود بلفة، 1 2 3. يبقى الفراغ هشتغل بقى غرزة صدفة، بعد كده الفراغ اللي بعديها هعمل 3 عمود بلفة بس، بعد كده هرتفع 2 سلسلة وهدخل على الفراغ اللي عليه الدور واعمل غرزة صدفة. هعمل 3 عمود بلفة، 1 2 3. بعد كده هرتفع 2 سلسلة وهدخل في نفس الفراغ واعمل 3 عمود بلفة كمان، 1 2 3. بالطريقة دي انا عملت صدفة كمان، وبالشكل ده انا كونت اول ضلع من اضلاع المربع. غرزة صدفة، 3 عمود بلفة، وبعد كده غرزة صدفة، وهمشي الدور كله بنفس الطريقة. هتكون غرزة صدفة، 3 عمود بلفة في الفراغ اللي بعده، والفراغ اللي بعديه هعمل غرزة صدفة، وهكذا لغاية ما اخلص الدور كله. هرتفع 2 سلسلة وهلف الخيط على الابرة وادخل على الفراغ اللي عليه الدور واعمل 3 عمود بلفة، 1 2 3. بعد كده هرتفع 2 سلسلة، 1 2. بعد كده هلف الخيط على الابرة وادخل على الفراغ اللي عليه الدور واعمل غرزة صدفة. غرزة الصدفة عبارة عن 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة، 1 2 3. ثلاثة سلسلة، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة وأدخل في نفس الفراغ وأشتغل 3 عمود بلفة كمان، 1 2 3. زي ما انتوا شايفين كده كونت الضلع التاني من المربع. ده اول ضلع عملته وده تاني ضلع زي ما واضح كده، وهكرر بنفس الطريقة. هرتفع 2 سلسلة وهلف الخيط على الابرة وادخل على الفراغ اللي عليه الدور واعمل 3 عمود بلفة بس، 1 2 3. وارتفع 2 سلسلة وبعد كده ادخل على الفراغ اللي بعد كده واعمل غرزة الصدفة. كده عملت صدفة كمان، وبالشكل ده كونت الضلع الثالث من المربع. هرتفع 2 سلسلة وهدخل في اخر فراغ عندي واعمل 3 عمود بلفة بس. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت الاربع اضلاع بتوع المربع زي ما واضح معانا كده. بعد كده هرتفع 2 سلسلة وهدخل في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع واقفل بمنزلقة، 1 2 3، واقفل بمنزلقة زي ما انتوا شايفين كده. شكلها جميل جدا وسهلة وبسيطة. كل ركن من اركان المربع صدفة، 1 2 3 4، وكده كونت المربع بالطريقة دي. بعد كده ارتفع سلسلة، هرتفع سلسلة واقص الخيط واخفي الخيوط الزيادة في ظهر الشغل، وبالشكل ده يكون شكل المربع زي ما انتوا شايفين كده.
وزي ما انتوا شايفين دي الوحدة المربع، سهلة جدا ومش بتاخد وقت خالص في شغلها، يعني تقدري تعملي منها عدد من المربعات وتعملي مفرش انتريه او مفرش سفرة او بطانية للبيبي بالمقاس اللي انت عايزاه. ويا رب يكون فيديو النهاردة سهل وخفيف عليكم، وشكرا على المتابعة، واتمنى ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله.